بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات الـ Document Information Management Course. إحنا النهاردة 28 مايو 2022، لسه مكملين في الموديول الأولاني بتاع الـ Foundation of Document and Information Management، وكنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الـ Standards بتاعت الـ ISO 9001، وقلنا إن هي بتنقسم لأربع أقسام. عندنا أول حاجة الـ Plan، الـ Do، الـ Check، بعدين آخر حاجة الـ Act. وقلنا إن إحنا بدأنا في الـ Standard بتاعة الـ ISO، قلنا إن هم 10 Standard، قلنا أول 3 منهم غير تطبيقيين اللي هم الـ Scope والـ References والـ Definitions. قلنا الثلاثة دول هي Clauses موجودة في الـ ISO، بس هي Clauses غير تطبيقية. بدأنا نتكلم عن الكلوزز التطبيقية اللي هي أول حاجة الـ Context of Organization، وقلنا الـ ISO بيسأل شوية أسئلة أو بيحب إن هو يتأكد إن الشركة فاهمة شوية حاجات في السوق، الشركة فاهمة سياق السوق ولا لأ، سياق المؤسسة وطبيعة النشاط بتاعت النشاط اللي هي بتقوم بيه في السوق بالشكل التفصيلي ولا لأ، هل هي محددة المنافسين بتوعها ولا لأ، محددة نقاط الضعف والقوة اللي بتميزها عن الناس التانيين في السوق ولا لأ، محددة الفرص والمخاطر ولا لأ، محددة الأطراف المهتمة الـ Interested Parts ولا لأ، محددة احتياجاتهم بالظبط وعارفة هم محتاجين إيه وبتقدر توفي لهم احتياجاتهم دي، هل عندها سكوب معين هتاخد عليه الشهادة دي ولا لأ. أكيد طبعا إن هي ما ينفعش تاخد الشهادة على كل الخدمات اللي هي بتقدمها أو على كل الإنتاج، كل المنتجات اللي هي بتقدمها، هي تقدر إن هي تاخد شهادة الأيزو على منتج واحد او على خدمه واحده، نبقى عارفين هل هي محدده السكوب ده ولا مش محدده. واخر حاجه نطمن فيها في الكونتكست اوف اورجانيزيشن، هل هي عندها نظام اداره جيد بتقدر ان هي تمشي عليه وهتتابع عليه الكواليتي ولا لا. تاني حاجه اتكلمنا فيها الليدرشيب، وكان اول حاجه كانت بتنقسم لاربع نقط. اول حاجه كوميتمنت مانجمنت كوميتمنت اللي هي التزام الاداره بتطبيق الكواليتي، هل الاداره ملتزمه بتطبيق الكواليتي ولا لا، مش في دماغها الموضوع ده خالص. تاني حاجة قلنا فوكس، كاستمر فوكس اللي هي التركيز على العميل، وسألنا وده بيكون عن طريق حاجتين، يا إما كاستمر سيرفي أو الكومبلينتس، والشركة لما بتتابع ده بشكل كويس أو بتبقى حاطة في اعتبارها متطلبات العميل ورأيه وخدمة ما بعد البيع اللي هي بتقدمها ليهم، تبقى كده الأيزو بتتأكد إن هي حاطة العميل في بؤرة الاهتمام عندها. تالت حاجة كنا بنتكلم عليها البوليسي، واحنا احنا قلنا ان الايزو بيلزم الاداره بكتابه سياسه الشركه بشكل واضح وفي مكان معروف في الشركه علشان تتاكد ان هو فعلا هو ده البوليسي اللي هي ماشيه عليها، هي دي السياسه بتاعه الشركه. حاجه تانية كمان ان الايزو بيحب يتاكد ان هل السياسه دي هي بس ورقه ومكتوبه ومتعلقه على الحيطه، ولا هل الشركه قامت والاداره قامت بنشر البوليسي دي ما بين الناس اللي في الشركه. رابع نقطه اتكلمنا فيها في الليدرشيب، قلنا ان هي توزيع المسؤوليات وتحديد المسؤوليات والمهام والافراد، وكل واحد مسؤول من ايه، وكل واحد المفروض ان هو بيتابع شغله في الكواليتي عن طريق ايه، ودي كانت من ضمن اهم الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الليدرشيب. بعد كده اتكلمنا عن البلاننج، وقلنا ان احنا عندنا البلاننج بينقسم لثلاث حاجات، بلاننج فور اوبجكتيفز، بلاننج فور ريسك، اند بلاننج فور تشينج. البلاننج فور اوبجكتيفز اتكلمنا فيه عنه ان هو ازاي نحط الاهداف وازاي نحط خطط عشان نحقق الأهداف دي، وإزاي ما يحصلش تضارب في الأهداف بتاعتنا، وإزاي أقيس الأهداف وحاسب عليها هل هي اتحققت ولا لا. بعد كده تاني حاجة اتكلمنا فيها الريسك، وقلنا اللي هي planning for risk، قلنا إزاي إن أنا أعرف أحدد المخاطر وإزاي أقدر إن أنا أتعامل معاها، وإزاي أقدر أحدد هل المخاطر دي حاجة خطر أو حاجة مهمة إن أنا لازم أخدها في الحسبان وأعمل لها بلان عشان أقدر أتغلب عليها، ولا هل هي خطر هيبقى قليل فانا ممكن ان انا ما احطوش في الحسبان ممكن ما يحصلش، نسبه التكرار وتبقى ضعيفه. تالت حاجه اتكلمنا عليها بلاننج فور تشينج، وقلنا ازاي ابدا اتعامل مع المتغيرات الموجوده عندي واحددها واحدد اهميتها واقيس الريسك اللي ممكن تطلع لي نتيجه عنها. بعد كده اتكلمنا في السبورت، وقلنا ان احنا عندنا بينقسم السبورت لخمس اقسام. أول حاجة الريسورس، قلنا إن إحنا لازم نحدد البنية التحتية للشركة عندي أو للمشروع أو للبروجكت اللي أنا شغال عليه. اتنين، لازم أهيئ البيئة المحيطة تكون بيئة مناسبة للعمل للموظفين كلهم وكلهم بمستوى واحد دون التفرقة ما بين أي عامل والتاني.
بعد كده اتكلمنا عن الكفاءة، وقلنا ان كفاءة العامل لازم تكون مهمة، لازم يقدر ان هو يعمل الحاجة المناسبة ليه ويقدر ان هو يعمله بكفاءة، ولازم ان احنا نعلمه واحنا نرفع من كفاءته في ان هو يقدر يعمل التاسك بتاعته بشكل كويس. بعد كده اتكلمنا عن الاويرنس، لازم ان احنا لو هو كان ضعيف في حاجة لازم ان احنا نبتدي ان احنا نقويه في الحاجة دي، ونبتدي ان احنا نديله كورسز او نديله تريننج عشان يقدر يتعامل في الوظيفة بتاعته دي. بعد كده اتكلمنا عن الكوميونيكيشن، وقلنا لازم نحدد مين بيكلم مين لما بيحتاج يعمل ايه وايه هي طريقة التواصل، دي حاجة مهمة جدا لازم الايزو بيقيسها عشان يعرف ان اي حاجة، اي مشكلة ممكن تواجه العميل في حاجة معينة في شغله لازم يعرف يكونتاكت مين، والكونتاكت مين بطريقة صحيحة ولا لا. اخر حاجة اتكلمنا فيها كانت الدوكيمنت انفورميشن، وقلنا ان دي ان كل عملية لم توثق ان هي ما اتعملتش، ان احنا كل العمليات اللي احنا لازم نعملها في الايزو لازم تكون عمليات موثقة علشان اتأكد ان العملية دي تمت بشكل صحيح. قلنا ان دي بتنقسم لحاجتين، اول حاجة كرييتد ان هو ازاي انا بكرييت الوثيقة دي، حاجة تانية ازاي ان انا بكنترول الوثيقة دي وبكنترول الريفيجنز بتاعتها وبعرف هي موجودة امتى وفاليد لحد امتى وموجودة فين علشان اقدر اتعامل بيها. ده كله اللي احنا اتكلمنا عليه المحاضرة اللي فاتت.